السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم. حلقه جديده من برنامج ايام الناس. اليوم راح نكون واحنا حاليا يعني قبل لا نكون على جسر الشهداء. يعتبر هذا الجسر من الجسور القديمه اللي افتتح بالحقبه الملكيه، بس يا ملك بالضبط افتتحه اعتقد الملك غازي، فبالتالي راح نشوف الناس وناخذكم بجوله هاي المنطقه سواء بالمتنبي او على جسر الشهداء. السلام عليكم. صباح النور. يا عمرك شلونك؟ خير. شلون النور؟ خير. هذا الجسر بالحقبة الملكية افتتح، بس يا ملك غازي. اي انا هم اقول الملك غازي. اي ما تقدم لنا بعد. هو فيصل الاول. وفيصل الاول غازي منزي. فيصل الثاني اعتقد الملك فيصل الثاني. لا الاول. الاول القديم. اي فيصل الثاني. ثاني. شلون له؟ نعم. طيب. أنا أهم شيء العافية. الله هو قاعد العافية. أهم شيء العافية. يا آه. بعد. يا لا ما عندك عافية شنو الفائدة؟ لا ما تسأل. مو ما أريد مني واحد. أي والله. خلي يقومني ويجيبني ويردني. أهم شيء العافية. العافية. هم شو يقولون؟ العافية والرزق والستر. أهم شيء الستر. والعافية. العافية. هي نازل. ثاني اثنين عند حلوات باقي هيك عليك. ليش وجهك شوف وجهك منور. وش منور؟ ايوه انا وايد غزلون بي انا والله العظيم. هيك حلو طالع. اي من يوم زيناني الحمد لله. مرتب هواي اشياء خير زين الحيط وكذا على امه محمد ان شاء الله. ويشيل هالقيمه هاي. غيم واكل يوم ما يخالف يشيلها ان شاء الله. تروح ان شاء الله يشيلها. يرادنا صبر. صبر. هواي جاي تتأمل. أبغى عليك تتأمل بالنهار. بالنهار على المي غير. أحب المي. أحب المي. إيه. إيش ما تشيجني بعد؟ ولو شوية دافية تشيجت. شو ذكرك هذا الموقف؟ والله هو أيدك. ما توقف تصلي من تتذكر. قبل. ما تسرح الذكريات. قبل قبل. إيه حلو المي والعالم طيبة وخير ونعمة. هسه وبعد همك. أكو مضمومين. وصناديق مضمومة. صناديق؟ اي مغفله. انت شايل اسرار هواي. الحمد لله. بس هي مو سياسيه شخصيه. احنا مريت سياسيه ما لنا شغل ما نمس. نعوم السياسه على اي ما لنا شغل بالحياه كلها سياسه. سياسه سياسه. برد ما دام الهواء طيب. يحفظك الحسين ويعطيك صحتك وعافيتك وعلى امه محمد وهاي بوته. من قريش. من قريش ومن النعمانيه. والنعم. اهلا وسهلا نعم. من قريش. أدى تمشي شوي روح للسمك. يبارك لا دبروعك. نمشي وتغدوا. بالعافية. طيبين. صح عافية يا مشاهدي الكرام. يعني الجو لطيف بجسر الشهداء خصوصا يوم الجمعة باعتبار أنه الناس تجي نوعا ما للمتنبي تغير جو أو تتمشى هنا سواء كبار السن أو صغار السن. فراح نشوف الناس اللي موجودين هنا. وأيضا يعني الجو لطيف والله العظيم. أنا هسه هنا واقف على الجسر لكن جاي اشوف موضوع الكورنيش هذا اللي موجود. حقيقه نتمنى انه كل البنايات او هاي مقتربات النهر تكون بهاي النظافه تكون بهذا الرقي نوعا ما على اعتبار انه بغداد ما بها هيك اماكن مثل الكورنيش او غيره لان باعتبار انه المكان جميل وبالليل دائما ما نحتاج هيك اشياء. فنتمنى انه من امانه بغداد والقائمين والمسؤولين عن بغداد انه شويه يكون اعتناء بهذا المكان بهاي الاماكن اللي موجوده. ما اريد انه النفايات انه تملى المكان بقدر ما نشوف المكان جميل ونظيف. متواصلين معكم خليكم معنا. تذب روحه من الجسر بس وقفت امه بعيني. الله ليش وقفت امك بعينك؟ والله ما اعرف. شلونكم؟ زينين الحمد لله. يا روحي جاي تاخذ صور؟ اي والله لو جاي تذب روحك من الجسر. لا والله جاي اخذ صورة. تعال صورك. اخذ صورة قبل الانتحار. شلون الاخبار؟ والله الاخبار تمام. على طول تجون هنا؟ والله بين جمعة وجمعة. ايه وانت هذا البيت ليش حافظه؟ ما الشعر؟ انا واقف على الجسر وذكرت لا رسم بالامتحانات. لا
والله وقع ثمانية ثمانية. يلا بوتشك يلا بوتشك ياسر. أنا ثالث. ثالث واقع بثمانية. تبي الثالث بيش قد تطلع ب16؟ لا قليلات. تعال هنا تعال نفس جوارب. والله العظيم شتا خلاص. لا مو يعني والله انا مثل الحلا احنا طبعا علما انا مثل الحلا طبعا. لا ليش لازم نرزق بيها فطور؟ شفتوا بالمتنبي؟ اي والله. شلون الاجواء؟ والله الاجواء كلش حلوه. هناك حلوه ولا هنا حلوه؟ لا والله هنا حلوه وهناك حلوه. لا لا بدون لا والله صدق يا بغداد كلها حلوه. هسه تمام قاعد تمشي بالاجواء كلها تشوف ناس مختلطه سوا. ناسها حلو. ناسها بعد احلى. ناسها حلو بس بغداد حلو ان شاء الله وتظل حلوه. اه والله زين اسالك سؤال. جواب هذا جسر منو افتتحه؟ والله انت شو تقول ما اعرف هو هنا انا احسك ثاني. بس هي حلوه. زين انت ما راح اسالك لان واقع بثمانيه. هذا جسر منو افتتحه؟ والله هذا جسر افتتحه اعتقد باخر. منو؟ رصافي. رصافي؟ رصافي شاعر يعني مو ما له علاقه. جاسم يعرف. ما له علاقه بالموضوع. جاسم يعرف. يا جاسم. هذا انا اعرفه. منو؟ غازي. شنو؟ غازي. استاذ غازي. انا اتفق اوكي. غششوك انطوك برسومه. بس غازي من هو؟ اسمه ابو. ما اعرف. غازي المصور؟ اي بالضبط. انت عاد بروحك من الجسر، انا مكالمة من زمان قاعد بروح من الجسر. يلا اتمنى لكم يوم سعيد. يا روحي يا شباب. بالتوفيق ان شاء الله. نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم من جسر الشهداء وايضا راح اروح نشوف الناس اللي موجودين هنا. على لو تفضلوا وياي خلينا نشوف الاجواء. أو الصورة هذه اللي تتحدث عن نفسها. ما شاء الله اليوم المثقفين موجودين، الشباب موجودين، كل الناس موجودين. السلام عليكم عمو. شلون أخبارك؟ أهلا وسهلا. إن شاء الله بخير. أهلا مرحبا. أكو شاعر يقول رتذ بروح من الجسر. إيه. بس وقفت أمي بعيني. إيه. زين وليش كتبها وليش ما ذا بروح من الجسر؟ لا أول سوا. خلي ذا بروح من الجسر. إيش علينا؟ يقول وقفت أمي بعيني. زين أنت ناس ذكرت أمك وين كنت؟ ما شو طق الفلاس. شلون الأمور؟ قعدت عن سؤال. وين كنت؟ والله بالقشله وبالهاي بالقشله. شلون الاجواء اليوم؟ والله حلوه. على طول تجي كل جمعه؟ ربيعيه ربيعيه. لا جمعه بين جمعه وجمعه. بين جمعه وجمعه. اي اه انت تسير فنادق شنو الموضوع؟ لا والله هي بغداد حلوه. بغداد حلوه. ايه. انا دائما اسمع هاي العباره بغداد حلوه. اي بغداد حلوه. حلوه بناسها. حلوه بناسها لو بعمارها. لا بناسها. بناسها. بناسها الاوليين. الاولين راحوا؟ لا لا الاولين هم الاساس الباقيين من الاولين لو من الاولين الاساس اللي موجودين من ابو جد هنا ببغداد هم ذول الاولين. آه. يعني حتى لو احفادهم. زين عمو سؤال. هذا الجسر تعرف من افتتحه؟ لا والله ما آه مو بغداد من الاولين. ما اتذكر. القديمه حلوه. زين باب الشرقي ليش سموه باب الشرقي؟ ها؟ باب الشرقي. باب الشرق لان يعني الشرق كانت هي بغداد مدوره. خلينا نقول الشرق. الشرق وباب المعظم هاي كانت بغداد على شكل دائره. اي اي فبوابه الشرق ومن هنا باب المعظم وباب شو اسمه من خمس بوابات لاربعه. اي ما اتذكر بالضبط اربع يمكن بس هي باب الشرقي واحده من العجوم موجوده اثارها لحد الان. زين على السريع كنا على بغداد شوي شو تتذكر بها شيء حلو مكان دائما تروح بغداد حلو شارع الخيام. تذكر لي شارع الخيام؟ ايه. بس شايف صاير ذولا شارع؟ ايه صاير اختلف. استحياء الخيام. كانت بيها انغام الفن وكانت بيها سينما الخيام وشارع. ايه الازياء. زين الازياء الحلوه كانت قبل. وشارع وش اسمه وشارع باب الشرجي كان احلى شارع. مطاعم وش اسمه. اه. انت مساعدة قلت الباب الشرقي وهسه باب الشرجي. باب الشرجي مو هاي اللهجه مالتنا. احنا بالتعلمين؟ ايه باب الشرجي. يلا باب الشرجي. اي باب الشرجي. يصل لك مره باب الشرجي. لا يومي رايح جاي. حج هواي انت تطلع ما شاء الله. مو انا دائما بالصدري. جيمر. اي جيمر يمر رسول هاي بس احنا ما ناكل جيمر رسول. تاكله؟ ها؟ باكر. لا. تاكل صبح. لا ناكل كل شيء بيض مسلوق وهاي شغلات ما سكر. زين لو خيروك بين بغداد ولندن وين تعيش؟ لا بغداد. ليش؟ رحت تركيا وعبالي اعيش بتركيا ما قدرت. جد بقيت؟ يعني رايح جاي سنة تقريب رايح بس مو مثل بغداد مثل مو مثل البغداد مثل العراق كله مثل الكرم الكرم والطيبة والغيرة والهاي كلها أحسن شيء بغداد. زين شو يحتاج لها بغداد بالوقت الحالي؟ يحتاج لها ناس تطلعها من جد وجديد يسويها بغداد. أنا أقول يحتاج لها جسور يحتاج لها ناس مو هاي إذا يحتاج لها جسور يحتاج لها شوارع إيه هاي لازم يطلعون لها البغداد كلهم على صفحة هم قاموا يجيبونها منها من المحافظة اللي يحطون بغداد وعرفت
الغلي؟ وين الغلي؟ اي هاي صحيح، توديها مع اطراف بغداد وبعدين تجي تبني بغداد من صدق. لازم تهدم؟ تهدم بغداد كلها. والله تبقى بس الاثار القويه الزينه. بعد. هاي. بعد ترجع ناس. عينات؟ عينات تختار. لا لا ترجع اهل بغداد الاصليين. 57 وجوه. شكرا جزيلا. نعم. اهلا وسهلا. نعم مشاهدينا الكرام متواصلين معكم. خليكم معنا. شو اسمك؟ رودينا. 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 تعرفين انت لو لابس ابيض اسميك نورس مثل هاي النوارس؟ شتو يومين جاي اليوم؟ وي بابا. وي بابا، شو تسوين؟ اشتغل اشياء متربي. مال المدرسة قرطاسية؟ ايه. شنو نقصد؟ رسام؟ رسامة؟ ايه اعرف ارسم. تعرفين ترسمين؟ شو راح تجيبين اليوم؟ اجيب دفاتر اقلام. زين احلى رسمة رسمتيها؟ شمسية فوق المطار. شلون؟ شمسية واقعة والمطر يزخ عليها. الله، بيا لون لونتيها؟ بالبرتقالي والازرق. برتقالي وازرق. زين، انت مستقبلا من تكبرين شو تحبين تكونين؟ دكتورة. دكتورة، والله تلوق ليش دكتورة حلوة وتخبل. والرسم؟ لا دكتورة احلى. والرسم يبقى هواية؟ اي. رسمين بها. زين. إذا كبرتي وصرت دكتورة هو أجيش تعرفيني لو لا؟ إيه. شلون تعرفيني؟ ليش ما ترسميني حتى من أجيش مراجع ما تنسين؟ يلا بالتوفيق حبيبتي، بالتوفيق إن شاء الله. دكتورة؟ إيه. أكيد؟ إيه. شاطرة؟ مال أسنان لو مال عيون؟ مال أسنان. مال بعدش لحد الآن ما متخذ قرار، مال أسنان لو مال عيون؟ مال عيون. مال عيون، يعني مو جلدية. ايه. يلا بالتوفيق حبيبي، يلا بالسلامة، سلمينا على بابا. الله، شوف شوف هاي البراءة شلون حلوين، شوف أطفال العراق شلون حلوين، شوف بغداد شلون بيها أطفال حلوين. أنت شبيك؟ أنت شبيك؟ شلونك؟ والله بخير، أنت شلونك؟ أسبوع والله يا أخي أحب الجمال العراق. تحب جمال العراق؟ إيه العراقيات هاي الأطفال. إيه؟ أنت متفائل؟ إيه ليش متفائل؟ ليش متفائل؟ ها؟ ليش متفائل؟ ما ادري. الحياة واحد يتفائل بدون انا مثلا مش متى طب اتفائل؟ شلون اتفائل؟ شو فايدة؟ حلو انه مستقبلنا جميل يعني انه تطمع تكون دكتورة هي ولابسة وردي وتخبل تجنن. الله يحفظها. الله يحفظها. الله يحفظها ويسترها. بس تشبيك يعني ما ادري شو حسيت. يا شو انا ما ادري اي والله شو ما ادري راي جاني اليوم حتى راي جاني؟ راي صاحبك لو لا؟ تعال صور بتاعك. اي والله اشرح ضايج. صاحبك ضايج ذول. صاحبي كيت نص باكر. شلون ما يدري؟ اي والله ماكو نص باكر من الصبح وجاي على الجسر يريد يتمشى يهضمها. انت تدري كم جسر يراد تعبر؟ قاعد دايت انت وضعني دايت بنص باكر الصبح. زين هذا لو ما سوي دايت ستار ها؟ شو تاكل اكل يومين والله اربع وجبات خمسه. انت اسد؟ لا لا ايش بعلب ست لفات؟ ايش بعلب ست لفات؟ زين انت بهاي الحاله وتريد تسوي رجيم حتى تضعف؟ ليش ما تذبل روحك من الجسر؟ تعال والله تعال انت تعال. يلا اليوم جاي متلبي تغير من جو؟ اي والله دير بالك عليه. اي لا شلون؟ دير بالك. راس ولا صاحب؟ هذا يسوي كوارث. هذا تعطي مجال يسوي كوارث. خليك ذكرى دائما مسوي رجيم. قلنا مسوي رجيم انت. هو جاي قلها بسوي رجم نزل نص لا, لا تشوفوا مطاعم لا تشوفوا لفات هسه هناك هنا يبيعون دولمة واشياء خاف ياكلها هناك شيء من الجدر لا خلصن. نعم يا الكرام يعني الله الله على هذا المنظر على هاي النوارس وخلينا نشوف هذا النورس اللي موجود هنا. الله الله على الحج هذا. السلام عليكم عمو. عليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا. حلو هذا المنظر والله منظر جميل ويوم ربيعي لطيف جدا العوائلنا وهنا ومثقفينا. تعرفون يوم الجمعة تقصد العوائل البغدادية العوائل العراقية شارع المتنبي والقشلة وسوق الصفافير و
ذكريات، اكو ناس عندها ذكريات قديمه. انت بين عندك ذكريات، تعرف شلون؟ والله حتما هذا الموقف. واحد ما عنده ذكريات. وهذا الشارع ويعني هذا الجسر وهذا الموقف، طبعا الانسان يعيش ذكرياته جميله، بغداد جميله تعرف، حاضره الدنيا. بغداد تاريخ عريق الحمد لله. اللي سمعك يقول كان قاطع الجسر. شنو ذكرياتك هنا؟ والله يعني تدري ذكريات الصباح والشباب، واليوم احنا داخلنا لشبابنا لأهلنا هم نتمنى أن يكونون قدوة صالحة ويكونون مستقبلهم زاهر ويكونون في حياة سعيدة وهنيئة وبعيدين عن حالة الحروب وحالة العسكرة الشارع، ومثل ما نقول نريد حياة مدنية حلوة ينعموا بها شبابنا الحلوين العراقيين. العراقي رائع، وين ما يروح وين ما تخليه في أي مكان، مثقف طيب كريم. احنا شفنا بخليجي 24 25 هذا الكبر يعني. لا بعدك صغير، لا كبر ولا اذا تذكر بطولاتك قبل. الله يعزك الله يعزك. انت حاليا شاب وما شاء الله ذاكرتك زينه، 24 سوي 25 عاد. نشكركم على هذا الاطراء وعلى هالمجامله وجبر الخواطر، قاعد تجبر بخاطري صح. هذا واقع. الله يحفظك استاذ. وهاي الوقفه هنا تشعوزك ايش تحتاج؟ تحتاج لك موعد هنا بعد ويا شخص ثاني حتى يملئ الفراغ. والله احنا العراقيين تعرف هم عشاق حياه، مو عشاق حروب وعشاق ارهاب او عشاق تطرف، يحبون الناس كلها صح. يحبون الغريب والقريب، العوائل العراقيه جميله بكل مفرداتها بكل تصوراتها بكل حياتها. وان شاء الله نشوفكم انت الشباب، هاي شبابنا الحلو على هذا الجسر التاريخي. انت بالفضول يعيشون حياة سعيدة وكريمة إن شاء الله. أنت بالفضول أريد أعرف شنو كان عملك قبل؟ والله إحنا تعرف كقطاع خاص أنا أعمل. يعني شنو كان عملك؟ قطاع خاص، إحنا عندنا الأعمال نسميها اليدوية أو في اتحاد الصناعات العراقي نسميها الصناعات التكميلية، والصناعات التكميلية في كل العالم لها مكان، ولكن للأسف اندثرت هذه الصناعات التكميلية بهالفترة بهالعشرين سنة، والصناعات الصغيرة اللي نسميها وطغى المستورد على الصناعات الجميلة العراقية. والله في صناعات تكميلية، صناعات البلاستيك، قوالب ومكائن البلاستيك، وعضو اتحاد صناعات عراقاني وعضو المديرية العامة للتنمية الصناعية. وبالإضافة إلى ذلك أنا الآن أدرس الدكتوراه في جامعة بغداد. والله العظيم أقول لك أنه أنت أستاذ يعني. نعم والحمد لله. بالجانب التدريسي. جانب التدريسي حاضر يعني الحمد لله في جامعة بغداد. العراقي كفوء في كل شيء، عنده شغف بالحياة. نعم. يعني مو ظلامي. فالحمد لله أعيش الحياة الجامعية وبهذا العمر أنا، ومتفوق في دراستي واحضر ما شاء الله وانت تصفق للشطه. والله احظى باحترام اساتذتي طبعا يعني، و مثل ما نقول وكل المثقفين، واجمع التقي مع الاساتذه والمثقفين. بس حلو بهذا العمر. بهذا العمر يعني انا ما اقول كبير بالسن، لا بالعكس. نعم. بعدك شباب بس جاي تطمح للدراسه وتدرس ومتفائل وعندك امل وطموحات. الحمد لله، هاي رسالة لكل أبنائنا لكل أهلنا لكل كبارنا، نقول حياة مستمرة، لا يمكن أكو حدود للحياة، لأن الإمام عليه السلام يقول أطلب العلم من المهدي إلى اللحد، فما نتوقف، إحنا ما عدنا يأس يعني، وإن شاء الله نستمر بحياتنا ونكون نعبر الطريق لشبابنا. يعني إحنا نأخذ بإيديهم، إحنا نخلي لهم زهور أمامهم. يعني احنا بعد هذه الحروب، بعد هذه ما مرينا به من معارك، نحتاج الى شبابنا اعاده تاهيل، ان نقول لهم ترى الحياه مو هيك شيء، مو حروب مو معارك. هاي اعاده التاهيل شلون تكون؟ بها طريقه التقابل الاعلامي جزء كبير. الاعلام طبعا هو جزء يصنع الحياه، الاعلام مهم جدا. انا يعني ما ممكن اعرف شخصيتي للعالم او المجتمع الا من خلال الاعلام. الاعلام هو اللي يظهر الصوره السيئه والصوره الحسنه. يعني الاعلام مهم، جانب مهم، تكثفون من جهودكم، تكثفون من لقاءاتكم. بالتالي ما مقصرين بهذا الجانب، يعني مو فقط مؤسسه قناه الايام بقدر ما كل المؤسسات تعمل على هذا الموضوع، لكن بنفس الوقت نوعا ما
اكو واجبات من الحكومه لازم تقدمها للمواطن، تقدمها للشباب، هواي هواي نحتاج. يعني رغم انه احنا الفتره فتره الحروب الحمد لله والشكر عديناها، عدت وانتهت، ما ترجع بعد. يحتاج بعد اهتمام بشبابنا والله بامكانياتهم. نعم. بقدراتهم بدعمهم. يعني هاي دعوه الى حكومتنا، حكومه السيد السوداني، ان شاء الله اتمنى له التوفيق والنجاح في فترته، وبوادر الخير هي مبينه ان شاء الله عليها، ان يكثف من البرامج عادته هي لشبابنا. اكون برامج ثقافيه توعويه، اكو يحس بالرفاهيه، هذا الشاب يحس بالرفاهية. مثلا القانون يعني الخدمه الاتحاديه اللي طلع انه تعيين الاوائل وتعيين حمله الشهادات العليا، فالقانون رائع وتبشروا بالخير، والآن عندنا بشائر خير مقبلة علينا إن شاء الله، بس نريد أسرع وأكثر لأن شبابنا ده تصيب حالة من اليأس. لكن نقول يا شبابنا إن شاء الله بجهودكم ووجودكم وتكاتمون لا حد يأيس، لأن حياة بدينا إحنا صنعها. يعني إحنا نقول مواني يعني للشباب، أقول إن شاء الله يعني لي غير عن شباب قول لك لك. وأستاذنا المصور ده يصور الآن، وكذلك الأخ الشاب الواقف صفه هم مثلي، أبو ميادة شاب عندنا، أبو دائما أقول شاب. أي أيوة والله شباب، أنا دخلت ب 72 سنة شاب يقول والله شباب وروحه. تشرفنا، أهلا بالأستاذ. فمن خلال قناتكم، قناة الأيام الرائعة وهاي الجهود الطيبة، هالوقفة الحلوة على هذا الجسر وهذا اليوم الربيعي الطيب، نستنشق به إن شاء الله روح التقدم والتفاؤل والحداثة والعلم والعلماء والمثقفين والشعراء إن شاء الله، وكل يوم إن شاء الله جميل بوجودكم. أتمنى لك يوم ربيع لطيف، شرفنا إن شاء الله كل حياتك بألوان الربيع زاهرة. شرفنا معرفتكم بهذه الجمعة المباركة على عراقنا الحبيب من شمال إلى جنوب، وعلى البغداديين وهم يقصدون شارع المتنبي والملتقيات الثقافية. أهلا وسهلا بكم. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي جميل من نشوف انه ليش مواطنينا بهذا الوعي، رغم انه تقدمهم بالعمر لكن يبعثون رسائل امل، رسائل ايجابيه، وان شاء الله يا رب كل حياه العراقيين زاهره بالوان الربيع، ما نشوف ان شاء الله السواد ولا نشوف اي يعني اي حروب او اي لا سامح الله يعني حوادث او ما شابه ذلك. فنتمنى انه تكون الفتره المقبله هي فتره خير وازدهار للعراقيين، فترة مثل 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 طيور النوارس هيك، يعني تبعث أمل وتنطي منظر. فبالتالي العراق والعراقيين إن شاء الله بالمرحلة المقبلة يكون بلدنا ويكون وضعنا بأفضل حال. متواصلين وياكم، خليكم معنا. الأناقة الفان هاوزن تصعد، الله الله الله، انتكاس لو تجي لبيتي. شنو انت عسل؟ تجي لبيتي يا مار، تجي لبيتي انت مطلع هذا الطفل خطيه كسر، هيك كسر. تعال تجي لبيتي، تعال انت مو حلو، تعال احنا مو حلو. تجي لبيتي، عندي تحفيات بالبيت زين، اشكال زورني بالبيت، تتغدى يمي وتصور غرفتي عباره عن تحف. شنو الفايده؟ نجي ما تعطينا ولا تعرف. والله والله واجبكم. اه والله انت واخوي. هاي وعد. حاضر. خوش حسن. حاضر. ايش قد عندك والله اشياء؟ كل شيء عندي. شنو هواي؟ الثمانينات لحدنا. كنت اقرا. انت بين من سيارتك الكراون 79؟ كنت اقراني. كنت اجمع مجلات وكذا. هسه حاليا بعد ما اقدر لان يعني خلق ما عندي. تعبت. متنفس بس اليوم. اه. اي عمل. زين. من 7 ل 12 ارجع للبيت. زين. ارجع للبيت. وهسه متنفس هنا، اروح كبه البغدادي ارجع المتنبي. هذا نظامي، هاي بس الجمعه. اي بعد ما عندي متنفس، من اجي الظهر من العمل لا انام، ما اقدر بعد. زين، يعني من خلال كلامك نعم انه انت هسه استسلمت، هاي من راح تسلم الرايه بهذا الارث اللي عندك؟
الارض ما اعرف لحد الان. احب اسلم الاختصاص. انا مين صادق اختصاص اتشرف اقدر هاي الاشياء الثانيه والله احب اعتز بيها والله. يعني هسه انت قلت قبل شوي هذا الشارع كان مفتوح مبين هنا كنت ساكن ساد جسر وقاطع الجسر وساد المنطقه. اتمنى لك التوفيق اتشرف. إذن مشاهدينا الكرام يوم جميل وحياة جميلة إن شاء الله لكل العراقيين على جسر الشهداء. كانت حلقتنا وياكم من برنامج أيام الناس بمشاعر جميلة بأجواء جميلة إن شاء الله يا ربي حياة العراقيين وبشكل عام تكون جميلة ومن أجمل إلى أجمل، خصوصا وإحنا مقبلين على أيام شهر رمضان الكريم أو رمضان المبارك، فبالتالي نتمنى أنه حياة مباركة وحياة كريمة لكل العراقيين. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات هذا العمل. إلى اللقاء.